كابتن زيزو كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وبرضه نعرف منه كده رايه في ماتش امبارح. كابتن زيزو ازي حضرتك؟ ازيك يا كريم، اهلا بيك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله الحمد كله لله، كله تمام. كابتن زيزو، يعني امبارح بنقول دايما ان المباراه الاولى لمنتخب مصر مع استاذ برادلي، الراجل ما لحقش لسه يعمل حاجه، مش عايزين الناس تضغط او الجمهور او الاعلام يضغطوا على الراجل، وطبيعي جدا ان منتخب مصر يخسر من البرازيل 2-0. والله كريم، يعني في فرق كبير جدا ان احنا نتكلم عن اخطاء بتحدث في مباراه كره قدم، واخد بالك، او تقييم عموما او تحليل لمباراه في كره القدم، ايوه، وما بين ان احنا نتكلم عن اعاده بناء فريق كان بطلا. تمام، فرق كبير جدا. لو اتكلمنا عن اخطاء هنطلع اخطاء كثيره جدا، انت اتكلمت عن معظمها والناس تكلمت عن معظم اللي فات، وده من وجهه نظري ده نوع من انواع التسطيح لعمليه التقييم بالنسبه لمنتخب كبير زي منتخب مصر، بصرف النظر انه قدام فريق كبير او من اعظم الفرق اللي موجوده في العالم اللي هو فريق البرازيل. ايوه، عشان كده انا عايز اخد اتجاه تاني خالص، لان لازم نبدا من البدايه. البدايه في بالنسبه للجهاز الجديد بتاع مستر برادلي، لابد انه يبدا بدراسه الظروف الاول بالنسبه لهذا الفريق الذي كان بطلا اللي هو فريق منتخب مصر. هذا او هذه البدايه لازم نبداها من المنحنى اللي بدا ينزل بالنسبه للفريق الاول لمنتخب مصر، وادى الى خروجه من بطوله افريقيا. أيوه. وبقى في منطقه صعبه نتيجه عدم الاحلال والتبديل في الوقت المناسب. يعني لازم مستر برادلي يدرس ايه الاسباب اللي خلت يحصل انخفاض لمستوى المنتخب المصري واخفاق في الوصول لكاس افريقيا. كان لازم بالظبط كده، كان لازم الدراسه، والدليل على كده ايه؟ ان في مظاهر ادت الى نتائج سلبيه، زي اللي هي عمليه استقاله الجهاز القديم بقياده كابتن حسن. أيوه. بعد الانجازات اللي عملها منتخب مصر الاولمبي هو اللي حل محل منتخب مصر الاول في الماتشين الاخرين في تصفيات افريقيا. كل دي منطقه الناس اغفلتها تماما في عمليه التقييم بالنسبه لمنتخب مصر اللي لعب امبارح. فلابد ان المنطقه دي والمساحه الزمنيه اللي ادى فيها هذا الفريق هذه الفتره لابد ان تضع في الاعتبار. ليه؟ لان هنا يعني خلال هذه المرحله الفريق تحلل. أيوة. الفريق هنا حصل فيه خلخله ادت الى يعني زي ما تقول ايه، ان العناصر بتاعته خلاص تفككت. وبالتالي محتاجين اعاده بناء الفريق مره ثانيه. فكان لابد ان الرؤيه المستقبليه اللي بدات امبارح تكون ولو بشكل نسبي من الجهاز الجديد تكون موجوده من خلال هذه او هذا المفهوم. طيب شايف مستر برادلي ممكن يغير ايه في منتخب مصر بعد التجربه الاولى؟ يعني اللعيبه ممكن يستبعدها، اللعيبه ممكن يضمها في الفتره اللي جايه يا كابتن زيزو؟ لا، ده هي امبارح كانت نتيجه طبيعيه جدا للاحداث اللي حصلت خلال السنه اللي فاتت. ايوه، او خلال سنه عدت على المنتخب ده. واكدت امبارح النتيجه ان هذا الفريق تفكك ومحتاج اعاده بناء مره ثانيه. ايوه، وبالتالي هي دي الفائده الوحيده اللي تاكدت امبارح من خلال هذه المباراه. ان انت محتاج دلوقتي لازم تحدد هدف، ايه الهدف بتاعك؟ كاس العالم. يبقى هنا لابد الاعمار السنيه تكون ليها دور، عمليه انتقاء عناصر جديده تحل محل النجوم الكبار اللي هم انجزوا خلال المراحل اللي فاتت ليها دور، عمليه التوقيتات اللي هي تسمح باقامه عدد معين من المباريات حتى يتم الثبات على مثلا 20 لعيب مثلا ما بين بدلاء وما بين اساسيين. كل دي امور المفروض ان هي تبقى موجوده في الرؤيه ويشارك فيها النقاد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الناس تبقى عارفه ان في خطه معموله لمده سنه لغايه لما نوصل لتصفيات كاس العالم، والناس كلها تساعد، كل واحد يساعد بالدور بتاعه. ما يبقاش الوضع زي ما هو النهارده موجود في تشتيت وفي تشتت نتيجه ان ما فيش خطه او ما فيش رؤيه، وبالتالي كل واحد بيتكلم عن وجهه نظره، والناس طبعا المتفرج معذور، المتفرج بيحصر دايما رؤيته في 90 دقيقه اللي شافها امبارح، انما الناس المتخصصه لابد ان يكون ليها رؤيه استراتيجيه، رؤيه واخده فتره زمنيه، واخده برنامج عملي، بحيث انك انت توصل في نهايه البرنامج ده الى تحقيق الهدف الاساسي وهو عمليه ان انا اوصل لكاس العالم. دي من ناحيه، من ناحيه ثانيه بقى هتقول لي العناصر، العناصر موجوده في مصر، احنا عندنا اكثر من 25 لعيب
مع عدد لا يقل عن 6 أو 7 أو 8 لاعبين من اللعيبه الكبار اللي موجودين. أيوة. اللي هم اصحاب الخبره في الثلاث انجازات اللي فاتوا، لسه اعمارهم امثال حسني واحمد فتحي والمجموعه اللي هي في السن ده والمحمدي ومتعب والمجموعه الجميله دي. أيوة. كويس، دول يقدروا يبقوا هم اصحاب الخبره في المكان او في الفرقه، وتضيف لهم بقى اللعيبه اللي هي برضو نوعيه مثلا السليه والمجموعه الحلوه، لعيبه المنتخب الاولمبي المميزين السته سبعه بتوع المنتخب الاولمبي. بالظبط كده. ازاي بقى تعمل التوليفه؟ هو ده الدور والهدف الاساسي من هذه المرحله اللي انا بتكلم عنها، واللي لابد انها تبدا مع المباراه اللي جايه الدوليه ان شاء الله. ما اعرفش امتى يعني. هي في احتمال مباراه تكون وديه لمنتخب مصر مع اوزبكستان يوم 2/12 في الامارات، احتمال لسه يعني مش بشكل نهائي تم الاتفاق عليها. بالظبط يا كريم كده، هو ده اللي المفروض بقى يبتدي يتعمل دلوقتي. والناس كلها تبقى فاهمه الرؤيه دي. تمام. والناس يعني ما يستعجلوش الراجل، والاعلام كمان ما يضغطش على الراجل ويقول اصل مش عارف لازم تضم كذا ولازم تعمل كذا، لازم كمان نستفاد من اخطائنا اللي كانت مع الجهاز اللي قبل كده، عشان الراجل يعني يبقى برضه مستريح في الشغل مع المنتخب، ما يبقاش مضغوط دايما يا كابتن زيزو. ما هو بص يا كريم، انا ليه بقول الرؤيه تكون متضحه؟ الرؤيه مش هتتضح الا لما يكون في برنامج. ايوه. ان يبقى في خطه، يبقى في هدف محدد، والخطه والبرنامج ده بيتعرض في مؤتمر صحفي للنقاد والمتابعين، الناس تبقى عارفه. أيوة. كل واحد هنا بقى ليه دور، مفيش ناقد هيخرج عن النص طالما انه عارف ان في هدف وعارف ان في زمن وعارف ان في بناء، هيساعد في البناء. المتفرج هيصبر. أيوة. الناقد هيوجه الناس، المدربين، حتى اللعيبه نفسها. بعدين في نقطه بقى فنيه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. شوف الحالة بتاعت النجوم بتاعت مصر دلوقتي، هتلاقيها كلهم بعاد عن مستواهم. حتى لو فيهم نجم بيبقى في قمة مستواه النهارده مثلا، بعد 4 أيام بيلعب مباراة تانية بينزل، التذبذب عالي جدا. بالظبط، وشفنا الكلام ده في الدوري الممتاز. بالظبط كده، شفناه جماعيا وفرديا، يعني شفناه على مستوى الفرق وشفناه على مستوى اللاعبين. تمام يا كابتن زيزو، بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا يعني كلامنا كله عن مباراه مصر والبرازيل امبارح، وكابتن زيزو بيقول لازم يكون في خطه مستقبليه لمنتخب مصر، لازم الراجل يعرف اهدافه ايه مع المنتخب.